ما بوجع راس، ما عندي وقت لهالكلام الحين، تراني مشغول. سلام. ايش فيك؟ يا اخي صاير مشكلة مع زوجتي، الامور ما تبشر بالخير. وش عليك فيها؟ روّد بس. الله يهديكم بس، ترى الحل عندي. وش حلك يا استاذ العلاقات الزوجية؟ علمنا بالعلوم. لو انت يا شباب، امك، زوجتك، اختك، بنتك، من وقت للثاني تبي اللي يكافئها، يراضيها، يبرها، يدلعها، كافئها رجال. سيارتك واطلع على كاميليا وهم يضبطون لك كل شيء، يستقبلونك بالورود والضيافة، وخدمتهم ما في مثلها بالرياض. الحلا عندهم غير، عندهم مصنعهم الخاص اللي يخليك تذوق نكهات على أصولها. وإذا كنت تخطط لمناسبة أو حفلة، يدهم بيدك في تنظيمها. إذا تبي تجرب أجواءنا الحلوة وأكثر، زورونا في كاميليا واستمتع بكل الخدمات اللي نقدمها، وخلي الباقي علينا. لا تنتظر أكثر، أحجز طاولتك وجهز نفسك لتجربة فريدة مع كاميليا. كافئها يا رجال، والله تستاهل.